بسم الله الرحمن الرحيم. نهار 17 يونيو 2022 توغان غيزو مسرقايا غادي كزنغان كيجن ورار دمقران نسماه منتدى ازنغان للتشاور العمومي تحت شعار التشاور العمومي اساس الحال الديمقراطيه التشاركيه والحكامه. توغان نجيجن جلسه اليوم وغادي يستمر في وشا ان شاء الله 18 يونيو. الا اليوم عدو نتيج مجموعه فعاليات بمنهم رؤساء المصالح الخارجيه ذا بعض الخبراء ذا بعض الجمعيات الى اخره استعرضوا دايس المشاريع السياسات العموميه جان حاليا الاوراش الملكيه يتقودها الدوله في مجال الحمايه الاجتماعيه الادماج الاقتصادي والمهني برامج اوراش برامج فرصه للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه هذه وش ان شاء الله غنجيو مسرقين غنياك مجموعه من الجمعيات حما نستعرض مضامين برنامج عمل جماعه ازنغان 2022-2027 اك الجمعيات في اطار المقاربه التشاوريه وميزه الجماعه المواطنه تتطور جماعه وزنغان. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف رشيدي مسؤول مكتب الدراسات ريبيس كونسولتينغ نهار الحضار ديج الملتقى ديت الجامعة نوزنغان ملتقى تشاوري الإعداد المخطط لبرنامج التنموي الجماعة مجزرين توغاج جن حضور مختلف المصالح لجان دي النظر بخصوص الثورة تسخص خل محور لجان إتمام المواطن تمزور وهو التشغيل حضان مجموعة من المدراء المؤسسات ديال الصناعة التقليدية إلى غير ذلك مرة الموضوع عاونيتا المخطط التنموي نجمع نوزنغان يجن 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 وثيقة مهمة تجين تمر الجماعة تيجان للتراب المملكة ولكن جامعة نوزنغان توغات السباقة للإقليم أنه تنجز المخطط عاونيتا من تو غادي يصبح وهو التشارك الالتقائيه التشاركيه لانه شارك ديس تصل الفعاليات الجامعه تصل المتدخلين من تراجاس المخطط ونيتا انه هذه وش النتائج تصبحان لستسنين ايجان والنتائج تراجية تصل وهو محور التشغيل انه تصل يوذن اخصى اتخذ من اذا فنجان المدخول الشهري ومن يذيق لستس البطاله المخطط التنموي جامعة وزنغان ديس يومين ديس نهار تيوشا نتمنى حتى وانت جندي عاود يمر الفعاليات يجان ديال المنطقه تيوشا الحضان ديال المكتب السوسيو تربوي بانه احمد غنى النقاش انا خرجت جن ورقه اتيري سنقا ديس الانتظارات السكينه وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتواجدوا اليوم في مدينه زنغن بدعوه من الجامعه ديال زنغن وفي هذا الاطار كان الدور ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بواحد الموضوع ديال المشاركه ديالو بموضوع ديال تعميم التغطيه الصحيه وهذا المشروع الملكي الكبير جدا اللي تبارك الله غادي يشمل ان شاء الله ما تم سنه 2022 بواحد 22 مليون مستفيد جديد من التغطيه الصحيه على الحياه على اساس ان غادي تخصص سنه 2023 و2024 للتعويضات العائليه وان شاء الله 2025 غادي تخصص للتعويض عن فقدان الشغل والتقاعد ان شاء الله وبذلك تكون المنظومه الاجتماعيه اللي سطرها سيدنا غادي تكون نزلات الارض الواقع واستفدوا منها المواطنين وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على هذه الاستضافه. اليوم كما تتبعتم انه لقاء مميز المنتدى بمدينة زنغان بحيث أنه عدة شخصيات وازنة أطرت لقاء المنتدى. الهدف من هذا المنتدى هو أنه شرح الحماية الاجتماعية هذا الورش الملكي اللي جابوا سيدنا الله ينصرو بهذه المناسبة نتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله. هذا الورش الذي سبق فيه جلالة الملك الإنسان على العمران والذي كذلك الحمد لله انه الحرفي اليوم غتكون عنده التغطيه الحمايه الاجتماعيه التغطيه الصحيه تعويض على الابناء ديالو فقدان الشغل كذلك التقاعد ديالو. اذا ما علينا الا ان ندعو جميع الحرفيات والحرفيين في مدينه زنغان وفي باقي المدن التابعه للجهه الشرقيه من اجل المبادره من اجل تسجيل انفسهم لان هذا الورش مهم جدا وغادي يساهموا واحد المساهمه بسيطه وغادي يستافدوا واحد الشيء كثير ان شاء الله. السيد المفتي السيد نائب مجلس الاقليمي
السيد المدير الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي، السيد مدير الصناعة التقليدية، السيد مدير الدراسات، والسيد رئيس جمعيات المشاريع الصغار، السيدان الرؤساء الذين فرقوا بمشاريع ما يسمى بالأوراش، السيد الباشا المحترم، السيدات والسادة أعضاء مجلس البلدي، أيها السادة رجال الإعلام، أيها الحضور الكريم، أحب بكم جميعا وأشرككم على تلبية دعوتكم لحضور منتدى تزغنغان للتشاور العمومي الذي ينظمه جماعة تزغنغان بتنسيق مع عمالة الناظور وشركائنا العموميين وتحقيقات المجتمع المدني لنشط هذه المرحلة على مدار يومين، التي تكون فرصة للتشاور والتحاور حول جملة من قضايا الشأن العام المحلي وتدبير السياسات العمومية والمشاريع التنموية انسجاما مع الوثيقة الدستورية والقوانين ذات الصلة تحت شعار التشاور العمومي أساس الحكامة والديمقراطية التشاركية.